السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. احنا عملنا فيديو قبل كده واتكلمنا عن التهاب العيون في الأغنام، ولسه كان في واحد بيكلمني على القناة عن كان عنده مش عارف نعجة ولا معزة، عينيها كانت بتدمع في الأول، كانت على طول فيها دموع، وبعد كده وقفت الدموع، بطلت الدموع خالص، بس العين اصبحت بيضة واصبحت ما بتشوفش بيها. العين اللي كانت بتدمع في الاول، كان الاول في دموع على طول في العين، بعد كده وقفت الدموع والعين تحول لونها، نزله في الارض عشان ما، والعين تحول لونها للون الابيض وما بقتش بتشوف بيها. بيقول لي ايه العلاج عشان اعالج العين؟ احب اقول لك ان انت اذا تاخرت في علاج التهاب العيون دي، بص معايا كويس، دي المرحله الاولى، بس بس كويس الخروف ده شقي شويه، بس دي المرحلة الأولى من التهاب العين. لو هتركز، أنا مش عارف الكاميرا جايبها ولا مش جايبها، في سحابة بيضاء ولكن خفيف، بس العلامة الأساسية أنا ظهرك، العلامة الأساسية الدموع اللي بتنزل من العين، بس بس لاحظ إن شاء الله تكون وضحت. شوف العين السليمة شفافة إزاي عشان تعرف الفرق، دي العين السليمة ودي العين التعبانة، ولاحظ بين الدموع اهي وبين حتى ايه عينه مدمعه وفيها سحابه، بس للاسف الكاميرا مش جايبها مظبوط اهي. بصوا كده بس، اه بس انا هحاول اوضحها لك بس عشان تبقى عارف. شوف، عموما طالما في دموع في العين لازم تعمل، لازم تديها قطره. فدي المرحله الاولانيه، دي المرحله الابتدائيه، بتبدا بدموع، ده بدايه التهاب العين. طبعا لو سبتها لغايه ما الدموع تنشف والعين تحول لونها اللون الابيض، فتره العلاج ممكن تاخد ما لا يقل عن اسبوعين علاج يوميا، يوميا تاخد ما لا يقل عن اسبوعين العلاج. طبعا انا استخدمت قبل كده ديكساترول، والمره دي وانا كلمت فيه قطرتين اوبتيدكس او ديكساترول، دي اهي دي اوبتيدكس ممتازه، دي بشري، العلبه دي ب 10 جنيه تقريبا اهي، العلبه بتاعتها العبوه بتاعتها اوبتيدكس، دي قطره اهي زي ما انت شايف مكتوب اهو معقم للعين، دي ممتازه في الحالات اللي زي كده، في البدايه، في البدايه فقط بتقطر في العين. تعالى يا احمد امسك التليفون، اروح من الناحيه الثانيه دي كده في بعض عشان اوريك، هتدي شيل ايدك من هنا، امسك من هنا بس، ابعد ايدك من على الكاميرا، صور على عين طبعا، بس ترجها الاول، مش لازم بالنقطه، وراح تميل كده يا عمر اهي، تتاكد بس ان القطره النقطه نزلت. طبعا انا بس اقف، سيب يا عمر عشان انا كده، تعال بص معايا اهو، اثبت بقى نقطتين ثلاثه وتتاكد ان هم نزلوا في العين كويس. بكره بس ان شاء الله بتختفي نهائي الدموع دي، وان شاء الله هعمل لك فيديو باذن الله اوريك النتيجة، بس كده اتأكد ان الدواء دخل في العين كويس، وممكن اديله نقطة تانية في العين التانية مفيش مشكلة، ده معقم للعين عادي مفيش منها اي مشكلة، وهعمل لك فيديو ان شاء الله بكرة اوريك النتيجة. ده طالما لحقته في البداية بتروح على طول باذن الله مرة واحدة او مرتين مش اكتر من كده. طبعا في قطرة تاني اسمها ديكساترول، بتبقى اغلى من دي شويه، دي ب 10 جنيه، الديكساترول بتبقى حوالي 20 جنيه، الاثنين بيجيبوا نفس النتيجه مفيش منها اي مشكله. في النهايه طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.